لما الشاب بده يتزوج ما قدر يتزوج، حتكتر حالات الزنا. ما قدر يفتح بيت، والله هو بحبه وهي بتحبه، طب يلا روح اتزوجوا. لا بقول له تفضل عندك بيت، لا. طب كيف بدك تتزوج؟ راح للزنا، وراحت البنت للزنا. ولا الشاب بتقول له طب، بقول لك يا اخي انا لا حتى اتزوج اجيبها هم على راسي، بروح هلا بزني مع وحده واثنين وعشره بلا هم البيت واجار وهم الاولاد وهم كذا وكذا وكذا. وبتكتر حالات السفاح وحالات اولاد الزنا. والله اجى ولد زنا، شو بدنا نعمل فيه؟ بنكبه. بتلاقي اولاد الحرام كتروا، وهذا موجود. وحالات الاغتصاب. امبارح الخميس، امبارح قوى الامن بتقبض على شخص اغتصب بنتين عمره تحت 10 سنين. امبارح هالكلام. هذا شخص مريض مختل عقليا، قول اللي بدك اياه. بس من الاسباب اللي بتوصله لهالحاله حالات الفقر اللي نحن فيها، وان كان السبب الاساسي هو البعد عن الله سبحانه وتعالى.